وسهلا بيكم على قناتكم قناة معاك، وفيديو جديد وشرح جديد على قناتكم قناة معاك وجروبكم جروب اونلاين سات. النهارده معانا شرح ومراجعة للرسيفرات الجديدة لسه نازلة السوق، رسيفر جو بوكس ورسيفر دراجون. هنفتح العلبتين مع بعض ونشوف محتوياتهم، بعد كده نروح على الشاشة نعمل مراجعة بسيطة كده للجهازين أو نقول مميزاتهم وكل حاجة عنهم. تمام، هوقف الفيديو بس أفتح عشان الجهاز بيجي متسلفن، بيبقى عليه السلوفانة بتاعته. هنوقف بس الفيديو ونفتح السلوفانة ونرجعه مع بعض. كده رجعنا لكم تاني. أولا اعذروني عشان أنا بسجل بإيد وشغال بإيد، تمام، عشان نكون متفقين من قبل ما نبدأ في أي حاجة. نبدأ نفتح العلبة. طبعا ده شكلها، طريقة فتحها حاجة كده شيك جدا يعني، نفس ستايل ونفس وضع أجهزة الكينج ستار والبالانس والفيجن ستار، نفس العلبة ونفس الشكل، نفس الجهاز يعتبر. في الإمكانيات من جوه برضه قريب جدا. الجهاز ده شكله، اول حاجة نراجع الحاجة، هو بيجي معاه كابل اتش دي، بيجي معاه سنسور للقنوات، بيجي معاه الادابتور بتاعه، وبيجي معاه ريموتين. وانا افتح حاجة من هنا وحاجة من هنا عشان نشوف مع بعض. بيجي معاه ريموتين، هو طبعا مش نازل بالريموت العادي خالص، هو نازل بالريموت بي تي اللي هو البلوتوث كده، اعتقد واضح. تمام، والريموت التاني اللي هو الماجيك يعتبر، اللي هو ممكن تعرفه على حاجة تانية. تمام، دي الريموتات اللي تبقى نازلة معاه، ومش نازل معاه الريموت العادي. نيجي بعد كده للجهاز. دول كده الجهازين، مفيش اي اختلاف ما بينهم، والسوفتات وكل حاجة مفيش اي اختلاف ما بينهم تماما يعني، غير الشكل دوت اللي هو ده واخد شريطة حمرا من فوق وده واخد شريطة زرقاء من فوق. بيجي من ورا بتلاتة مدخل اي في لو انت عاوز تشغل على تلفزيون عادي، ده مكان السنسور بتاعه، ومكان ال اتش دي، وده مكان السيركت داش، ومدخل يو اس بي في اليمين، ومدخل الباور هو مش باين عشان الغلاف، هحاول افتحه لكم. ده مدخل الباور بتاعه. ده كده الجهاز ومشتملات العلبة كلها، محتويات العلبة. طبعا مفيش حاجة ناقصة فيها، كل حاجة نازلة كاملة كده. الصورة طبعا بقت أوضح بكتير، في مدخل اللي هو السوفتات ار اس وال اتش دي وال الاي في ومكان السنسور والباور، وادي اليو اس بي، وده شكله من قدام. طبعا في زرار باور وفي زرارين للشنل تقلب القنوات منه. ده شكل الجهاز، نفس الوضع الدراجون. دي كده كانت مراجعة بسيطة لمحتويات العلبة ومشتملاتهم. انا كنت ناوي اعمل فيديو واحد اعمل فيه كل حاجة، هحاول افتح لكم الكيس التاني معلش. كنت ناوي اعمل فيديو واحد الم لكم فيه كل حاجه، تشغيله ومواصفاته وكده، بس هيبقى فيديو طويل فقلت انا هنعمل فيديو. ده الجهاز التاني، قلت اطلعه لكم عشان تشوفوا الاختلاف ما بينهم.
مفيش اي اختلاف غير الشريطة اللي فوق، الشريطة الحمراء والشريطة الازرق بس، مفيش اي حاجة تانية كده. دول الجهازين. فانا زي ما اقول لك كنت ناوي اخلي فيديو واحد بس هيبقى طويل قوي وهيبقى ممل، فهنخلي الفيديو ده لوحده اللي هو محتويات العلب، وهنعمل فيديو تاني للجهاز من الداخل. كان معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.